تعالي استعجلنا جدا. تعالي واحنا ماشيين في نهايه رحلتنا لقينا طريق الصغنن ده ماشي معانا جعان قوي. طبعا ربنا بيوقع في سكتنا ايه حاجه ممكن نعمل معاها خيرات. تعالي ماشي، احنا بنحب سكه الخير يعني، فربنا ايه بيكرمنا بالحاجه اللي ممكن يتعمل فيها خير. اما في ناس بتحب السكك الشمال فربنا بيوقعها مع الناس الشمال، الناس الشمال يضربوهم على قفاهم وياخدوا اللي في جيوبهم. فمبروك عليكم. يلا تعالي يلا تعالي تعالي كل يا اختي، تعالي تعالي تعالي. فمن رحمه ربنا بينا ان هو وقعنا في شيء ممكن نعمل معاه الخيرات يعني. تعالي هناكلوها ونشربوها ونهيصوها وان شاء الله كله بتمام مش مشكله. ماشي يا جماعه، وصلنا البيت الحمد لله. مش عارف النور ليه قفل كده، لازم بكره نشوف برضو بتاع الكهرباء. اللمبه هنا فيها مشكله فايه لازم نشغل. اتفضلوا يا جماعه، شرفتم بيتكم ومطرحكم. اتفضلوا ايه نعم اني نونو ده يعني. بص حد يطلع بسرعه يجيب لك اكل ولا امه حد يطلع يجيب لك اكل. يلا هيا ايه ما تطلع يا ابني. ولع النور بره يا ابني لانها في الشارع. بص يا ماما ماشي ادي يا سينا قاعد. بص الثلاجة فيها قطع لحوم كده ماشي، كم قطع كده من الثلاجة فيهم لحوم كده، هاتهم بسرعة. تعالي ثانية واحدة هجيب لك الأكل تشربي الهوا الشفا. في مية عندنا يا فريدة؟ مش عارف عايز بتوعها بس تقع. بقى مين رماه في الشارع؟ للاسف انا ما عنديش مكان والله اللي انا اقدر استضيفك فيه. بس انا ايه انت لو تعيشي هنا في الحته دي انا هاجي. يعني اوفر لك اكلك وشربك بصراحه. يا بنت اللذينه يا فريده، يا بنت اللذينه يا فريده، شاطر يا فريده شاطر. لا 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 ايه ده؟ دي بنوتة بنوتة. ولا ضبحة ولا ضبحة بتاعتها. تعرف القطة دي ممكن تكون حامل؟ لا ممكن تكون حامل. انا لا لا القطة دي ممكن تكون حامل. شكلها حامل العادة العاديتها دي. لا لا القطة دي حامل. لا القطة دي حامل. حامل لازم نعتلهم في الروح. ما تحطيش ايديك من وشها اللي هيكون فيها فطريات. شو قاعدة ازاي؟ لا القطة دي حامل. قاعدة غريبة بصراحة. القاعدة دي تبقى حامل. لا 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 هي بطنها في الجنب فيها. لا القطة دي لما تقعد كده زي ما لما تقعد كده تبقى حامل. القعده غريبه دي يا بنت. القعده غريبه دي يا بنوته. هي لا هي حامل على فكره، حتى في تورم في صدرها اهو. بيطلع الحاجه دي. عيني دي لا حامل. ايه جنبها مليان شويه اهو. ايه طول السنان دي بتعمل زي امها ليه؟ هتربي ولادي بقى. القطة دي حامل يا ماما. عايزين نعمله القطة دي حامل مليون في المية. عايزين نعمل معشة هنا
وتقعد فيه ونحط اكل وشرب. ايوه اي حل في الثلاجه. السمره، السمره الالمنيوم. ممكن ترميني في كيس. لا شويه كده. استني استني بس انا هكلك بس اصبري. هكلك بس عشان في امور. بس طبعا ايه لما نحط الاكل ما تحاوليش تقربي منها الا تكون هي ايه ممكن تهجم على الاكل. ممكن ايه تهجم على الاكل. عشان القطط للاسف دي لما تنام في الشارع للاسف قطط البلدي بيبهدلوهم بعد كده بيبقى عندها ايه لما تشوف اكل بتهجم عليه. ممكن يا خبر ابيض فممكن فممكن تهاجمك تأذيك يعني تعضك من ايدك تخربشك فلازم تاخدي بحذر وانت خد الاكل. ما نشوفش ايدي كده وظبطه بشرشه نرموها. بس يلا فريسه القطه دي بس يا شيخ انت يا نونة. طب ليش ايديكي من عند وشها؟ واضح في فترات في وشها اهي. طبعا ساعات بتبقى معدية للإنسان. معلش يا قطه معلش يا بس افندي ابني يعني بياخد وقت شويه يعني. نعم يلا يا سيد. ده ايه ده بيختار ايه ده تعالى تعالى الاكل جه تعالى. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده جوزها واحد تاني هناك جاي اهو تعالى. الزهر ده فعلا ايه حاضر عايز بس ما تعربيش منها بقى قلت تعال. تعال انا ده اللي عامل حسابه ان ايه ممكن تهجم على ايه على اي شيء لازم اكون حريص جدا. استني انت ما تجيش ما تجيش. حاسب 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 اقفل بس الباب اقفل الباب. تعال تعال زي ما انا كنت متوقع ان هي ممكن تهجم. جبت منين ده؟ الالمنيوم. طب ماشي بس ما قدرت هياكلهم. تعال سيبوهم هما ياكلوا كده يبقى احنا عملنا اللي نقدر نعمله معاهم هياكلهم دلوقتي. يلا خليه يجي يقرب ده كمان منها ياكلهم. تعال بس كده يبقى احنا عملنا اللي نقدر ايه ايه ثاني كده. انا في ياسين يلا يلا كل يلا عايز كل يلا يلا كل كل يلا 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 دي قطعه لحمه ايه ما تجيش اللحمه ولا ايه يلا فراخ كمان ايه يلا 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 هم بقى ايه يبقى كده انت
الموضوع بس هم ياكلوا عشان كده بس. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. كده يبقى احنا خلصنا في ده ماشي. لو تقدر تشوف حاجة وتساعده ساعد وافعل خير. شكرا ياسين، شكرا ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.